أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين، نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم. والبداية من العناوين: درنا تبدأ التعرف على هويات الضحايا، مئة الجثث تطوف على وجه الماء وأخرى يقذفها الموج إلى الشواطئ. انتقادات ليبيا للأرقام الأممية، سجال حول 7000 ضحية بين الحكومة والأمم المتحدة. زلزال المغرب يشوه الأرض بحسب تقرير ياباني، ويرفع مستواها 20 سنتيمترا في محيط مركزه. قبيل موعد الاستحقاق الأمني حول المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان، طهران تهدد وبغداد تنفذ. السودانيون يقفون في الطوابير للحصول على تذاكر الهرب، والقيادة العامة للجيش السوداني في واجهة المعارك مجددا. السلام عليكم. البداية من ليبيا، حيث يفيد المنقذون بأن الجثث بالمئات تطوف على وجه البحر، تتقاذف الأمواج وتنتشر على شواطئ درنا متحللة ومنتفخة. الوكالة الفرنسية للأنباء نقلت عن مسعفين من مالطا يساعدون في عمليات البحث قولهم إن هناك على الأرجح 400 جثة في البحر، مضيفين أن من الصعب الوصول إلى البحر بسبب الرياح القوية. الوكالة نقلت أيضا عن فريق إغاثة الليبي أن عناصره شاهدوا نحو 600 جثة في البحر قبالة منطقة أم البريقة على مسافة حوالي 20 كيلومترا من درنا. هذا فيما تواصل أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف القتلى والمفقودين جراء كارثة الفيضانات في ليبيا. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن الوضع الإنساني قاتم بشكل خاص في مدينة درنا، خاصة أن معظم جثث الضحايا طمرت تحت الوحل أو جرفتها المياه إلى المتوسط، تجعل أطنان الوحل التي غمرت قسما من المدينة تجعل عمليات البحث شاقة. كما تزيد الفوضى السياسية وحالة الانقسام في ليبيا من صعوبة أعمال الإغاثة. نسبة كبيرة من المتوفين طبعا الجثث أصبح صعب التعرف عليها، فنحن بصدد اتخاذ الإجراءات من أجل سحب عينات من هذه الجثث واتخاذ ما يلزم لإمكانية حتى التعرف عليها. الأعداد هائلة جدا، لكن إحصائية دقيقة وكذا صعب أني أنا نعطي إحصائية. مأساة عدت البلاد، عدت مدينة، مدينة متقسمة 800 سنة عدت فيها، عدوا ناس، عدت سلالة نسل، والله ما عاد يرد، ناس طيبة عدت، لكن عند الله أحياء. وهذا كله 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 من بني الوديان، من فوق يسكروا في وديان، والله يسكر في وديان. الوادي ما عادش تم ياخذ مجاله، يجي على الرئيسي ويشيل اللي ما داير شيء، فهمت كيف؟ هذا كله تسكير وديان، بني في وديان وبني في كذا، ومتاكد منه، لكن هذه من عند الله، يعني جت قوه مطار وجت الله غالب علينا. لكن لو كان ما فيش بني وديان والله تنزل للبحر تقول ايش. وللمزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما يجري في درنا بالتأكيد التي طالها هذا الفيضان الكبير، هذه الكارثة مفادة الحدث، رولا الخطيب تنضم إلينا من درنا. رولا أهلا بك. رولا، إذن الوضع في درنا بعد بدء عمليات التعقيم واستمرار عمليات البحث عن المفقودين، كيف يبدو الوضع الآن في درنا؟ نعم سارة، تحية لك ولمشاهدينا. نحن الآن في درنا، سأجعل الكاميرا تحاول أن تنقل ما خلفي.
هناك عدد من الحافلات التي تم جلبها إلى المدينة لإخلاء السكان أو من بقي على قيد الحياة من السكان هنا، لأن المدينة سيتم فقط جعلها لفرق الإنقاذ خشية من الأوبئة. أعتقد وفق الحديث كان يجب إقفال المنطقة غدا، لا أدري إن كان بالفعل نعم الإخلاء للمواطنين غدا، ولكن نعم على فرق الإنقاذ التي تعمل، والأهالي سيتم نقل إما لبنغازي أو لأجدابيا. هذا ما وصلنا حتى الآن. نفقد الصورة في بعض الأحيان رولا، ولكن سمعنا الفكرة كاملة. رولا، إذن ما زلت في درنا على ما يبدو فقدنا للمرة الثانية الصورة. على كل إن تسمعين رولا، ما زلنا في درنا إذن، وقلت إنها ستكون بعد فترة خاصة فقط بالمنقذين، وذكرت وجهة الضحايا أو من بقي في هذه المدينة وسينقلون لاحقا. كذلك كنا تحدثنا عن درنا، درنا والنزوح منها لأسباب كثيرة، لأسباب الآن باعتبار أن المدينة تضررت وباعتبار أن المدينة هناك مخاطر بيئية حولها. ما الذي تسمعينه في درنا حول المخاطر البيئية، حول المياه، حول الجراثيم وغيرها، وحول الحشرات الناقلة للأمراض ربما؟ سارة، بالطبع عندما تقع هكذا كوارث هناك عدد غير معروف من الجثث ما يزال تحت الأنقاض، هناك مياه باتت يعني ملوثة، هناك نعم. إذن دائما المشكلة التقنية، وبالتأكيد هذا مبرر جدا، نحن في درنا، في درنا التي تضررت بها الفيضانات في الأيام الماضية، دائما ستكون مسألة الاتصالات صعبة، ولكن في كل الأحوال نبقى في درنا، نبقى في الملف الليبي. فريق الحدث كان وصل إلى سوسة إلى جانب درنا بالتأكيد، حيث نزح عشرات الألاف من الأشخاص في المنطقة ولجأوا إلى المدارس والمباني الحكومية الأخرى. نتابع هذا التقرير قبل أن نعود مرة أخرى للنقاش مع زميلتنا رولا. حصريا نحن قناتي العربية والحدث هنا في سوسة. الأزمة في سوسة قد تكون أصغر جغرافيا ولكنها لا تقل إنسانيا. حيث أقف أنا هنا تحتي هو بقايا المنازل التي أتى عليها هذا الصخر وهذه الصخور والتي جرفتها المياه، مياه السيول من أعلى الجبال. هناك ما تبقى من أحد المنازل، هنا كما ذكرت الصخور التي طمرت المنازل والساكنيها ومن كانوا يعيشون فيها. ما تبقى فقط هو بعض أحياء أو بعض المنازل في هذه القرية. أما الضحايا وفق ما أكد لنا شهود في هذه المدينة فقد لموا ضحاياهم من البحر، فمياه السيول جرفت الجثث إلى البحر. هناك بحر سوسة، هذا البحر الذي كان منتجعاً ومقصداً للليبيين وسياحة داخلية ومقصداً للسياحة الداخلية. المشكلة أنه حتى الآن لا يوجد أرقام بعدد الضحايا، هم حتى الآن يعدون الضحايا. المشكلة الأكبر هو أن هناك الكثير من الليبيين القادمين من مدن أخرى إلى سوسة للسياحة وهم لا يعلمون من هم، وفي عداد المفقودين من مدن أخرى. يوم الأحد الساعة 5:30 بدأ المطر الشديد على المدينة. عند الساعة 7 كانت معظم المنازل في سوسة غارقة في المياه، كما جرف السيل الحجار الذي طمر المنازل كما رأيتم لتذهب الجثث إلى البحر. نعود مرة أخرى إلى مفادة الحدث في درنا رولا الخطيب. رولا تسمعين الآن، كنا فقدنا الاتصال في السؤال الثاني وفي جوابك على سؤالي الثاني لم نسمع إطلاقا ما كنت تتحدثين عنه. الصورة من حولك، ما الذي سمعته من المواطنين في درنا؟ المخاوف الآن القائمة حول البيئة، حول انتشار الجثث تحت الطين وتحت الركام؟ طبعا سارة، هناك خشية كبيرة من انتشار الأوبئة. الماء يعني
طبعا بهكذا حالات وبحجم الدمار الذي هو موجود حاليا. نعم. هناك خشية كبيرة من الأوبئة، المياه ليست كلها نظيفة، طبعا هناك حالات تسمم. يعني الجيد أن بعض الإنترنت بدأ، يعني نحاول نحن إيجاد إنترنت، الإنترنت مقطوع عن المدينة. نعم. الكهرباء مقطوعة عن المدينة، أنت تدخلين عندما تدخلين دارنا كأنك تدخلين يعني ما زالت مقطوعة رولا الكهرباء، ما في شيء أسود. كنا تابعنا هذا الملف وكان هناك مساعي لإعادة كانت ولكن الآن هي كانت مساعي لإعادة الكهرباء أو خدمة الكهرباء للجميع. أنت تتحدثين أين الكهرباء التي ستعيديها؟ ستعيديها لبعض المباني المحيطة بدرنا التي لم تتأثر بال أو تأثرت قليلاً بالإعصار، لكن أنت المدينة كلها ركام على الأرض، أنت تسيرين كأنه لم يكن هناك بنايات، تسيرين على حجم يعني كبير من الركام. طبعاً ما إلى أين ستعيدين الكهرباء؟ ليس هناك مكان لتعيدين. على العموم رولا، تعلمين وأعلم بأن الكثير من السكان ليبيا لا يعتمدون فقط على الكهرباء المقدمة من قبل السلطات أو الجهات الرسمية، دائماً المولدات الخاصة موجودة. ولكن سنعود مرة أخرى إلى درنا ولكن لاحقاً، لننتقل إلى مدينة أو نقطة قريبة من درنا كنت زرتيها كذلك وتابعنا تقريرك منها، هي سوسة. سوسة القريبة من درنا التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، أو أعلنت هي منطقة منكوبة. ما مشاهداتك أو ما أبرز ما رصد هناك؟ بداية نحن لنصل إلى سوسة كانت الطريق صعبة جدا، الجسر الرابط ما بين درنا وسوسة ومن بعدها شحات، هذا الجسر مدمر بالكامل، تم شق طرق فرعية، سلكنا هذه الطرق الفرعية ببعض المواقع، بعض الطرق هناك أصلا شحنات مساعدات، كان علينا أن نعود بالسيارة لتتمكن شحنة المساعدات من المرور لأن الطرق ضيقة. عندما وصلنا إلى سوسة كأن سوسة ليس فيها طرقات، كلها وحل عندما تصلين، لأن الماء دخلت، يعني الماء كانت دخلت إلى معظم البيوت وغطت معظم الطرقات الموجودة في سوسة. في سوسة أنا قبل المباشر الذي طلعت فيه من سوسة بدقيقتين علمت بأنني المكان الذي أقف به كان تحت مني منازل مواطنين اختفت كليا. كيف اختفت؟ هذه المنازل تقع أسفل الجبل، الجبل السيول نزل، يعني نزلت من الجبل وجرفت معها الصخور من الجبل لتقع هذه الصخور على منازل المواطنين لتكفي تكتمل هذه السيول طريقة بجرف الجثث إلى البحر، إلى بحر سوسة. كانت صدمة إلي جدا كبيرة، حجم الصخور وهيك، يعني بالدارج منقول معست البيوت معس، ما ليس هناك أثر إلا لشوية عواميد وشوية حديد حوالينا يدل على أثر بأن هناك كان منازل. ليس هناك حتى الآن عدد للضحايا المتوفين وغيرهم. سوسة هي نقطة جذب وسياحة داخلية بليبيا، هناك الكثير ممن مفقودين ربما لا يعرف عنهم شيء. المياه والصرف الصحي ما زالوا مقطوعين داخل سوسة، الكهرباء والإنترنت تم إعادتهما. شكرا رولا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، سنعود إليك بإذن الله وإن كان الجانب التقني أحسن في الساعة الثانية للمزيد من التفاصيل ومتابعتك بالتأكيد للوضع في ليبيا في الشرق تحديدا درنا. مفادة الحدث رولا الخطيب، شكرا. في سبعينيات القرن الماضي بنت شركة يوغوسلافية السدين بوادي درنا الذي شهد في الأصل فيضانات كبرى في أعوام 1941 و 1959 و 1968، إلا أن أولى التشققات التي رصدت في السدين كانت عام 1998 ولم يتم إصلاحها حينها وفقا لتقارير ودراسات عديدة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. بعد ذلك بعامين كلفت السلطات شركة استشارية، هذه المرة إيطالية، كلفتها بتقييم الأضرار التي لحقت بالسدين لتؤكد هذه الشركة الإيطالية وجود تشققات، فأوصت ببناء سد ثالث لحماية المدينة بحسب النائب العام الليبي وقتها في عام 2007. هذه المرة يعني أنا نتحدث عن عهد نظام معمر القذافي،
كلفت شركة تركية بأعمال الإصلاح، ولعدم توفر الأموال حينها لم تبدأ الشركة أعمال الصيانة إلا عام 2010، ثم عادت هذه الأعمال لتتوقف بعد أقل من 5 أشهر في أعقاب ثورة عام 2011 التي أطاحت بالقذافي. منذ ذلك الحين خصصت ميزانية كل عام لإصلاح السدين، لكن لم تباشر أي من الحكومات المتعاقبة على ليبيا العمل. وبحسب تقرير لديوان المحاسبة الليبي لعام 2021، فإن الوزارة المسؤولة ما طلت في استئناف العمل في السدين ليطلق الباحثون العنان لعدد من الدراسات العام المنصرم والتي حذرت بشكل مباشر من كارثة تهدد درنا، إذ لم تبادر السلطات إلى صيانة السدين. من هنا بدأت الكارثة في درنا، وهنا هطلت الأمطار بكثافة وغزارة بسبب إعصار دانيال، ما أدى إلى تفجير هذا السد الذي أخذ بطريقه الشجر والحجر الأخضر واليابس والبشر. بني هذا السد عام 1961، وتمت صيانته خلال عامي 1977 و1986. أضيف إليه سد صغير لزيادة قوة تحمله، لكن إعصار دانيال الذي ضرب هذه المنطقة أدى إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار، فخلال 24 ساعة سقطت كميات أمطار تساوي ما يهطل في المنطقة بعام كامل، ما أفضى إلى كارثة لم تشهدها المنطقة الساحلية الليبية من قبل. دمار واسع في درنا ومناطق متاخمة في الشرق الليبي خلفت أكثر من 11,000 قتيل وأكثر من 20,000 مفقود حسب ما أعلنت السلطات الليبية. أنا مولود في هذه المدينة، مولود في هذا الوادي، وعارف الطرق وعارف المكانات التي أتحرك بها من اليمين إلى اليسار، ولكن بعجوبة طبعا خرجت المياه كانت موجودة إلى فوق نصف الركب يعني. كنت مع مجموعة من أصدقاء في المزرعة، وكان البوليس وقت قبل الحادثة كان يبلغ فينا وما استجبناش، وكنا طلعنا يعني حوالي الساعة واحد من واحد يمكن الساعة 2 في الليل لما اشتدت المياه وزادت الأمطار في الغزارة. شو سويتوا أستاذ عمار بعدين؟ حاولنا نخرج من المكان بصعوبة، يعني خرجنا من المكان. كيف حاولتوا؟ كيف خرجتوا من المكان؟ والله خرجنا من المكان يعني بالتسلق من مكان لمكان، يعني من الجبل من جهة لجهة باش نطلع من المكان. وعندما أعلن عن اقتراب الإعصار دانيال من الساحل الليبي هنا في منطقة درنا، هرع السكان بالابتعاد عن الشواطئ خوفا من أن تغمرهم مياه الأمواج العاتية التي ترافق الإعصار، ما دفعهم إلى التوجه جنوبا إلى المنطقة الوادية. ولم يكن في الحسبان انفجار السد المشؤوم كما يسمى هنا. أطنان المياه جرفت كل ما بطريقها من أمام المنطقة التي دمرها الإعصار في دارنا المنكوبة. ليث بزاري، الحدث، ليبيا. وليبيا دائما، قال وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان خالد مسعود لوسائل الإعلام الروسية إن بلاده ستتخذ إجراءات حيال أي مسؤولية جنائية أو تقصير بشأن انهيار سدي مدينة درنا الواقعة شمال البلاد. الوزير الليبي أضاف أن هناك تعاقدات قديمة لصيانة السدود في مدينة درنا لكنها لم تنفذ، مشددا على أن مكتب النائب العام فتح تحقيقات بهذا الشأن لتحديد المسؤولية. من بنغازي ينضم إلينا الآن لمناقشة هذا الملف عضو مجلس النواب الليبي نائب إبراهيم الدرسي. سيد إبراهيم، أهلا بك على شاشة الحدث ومرة أخرى في الأخبار الليلة. كنتم طالبتم النائب العام بفتح تحقيق في هذه الفيضانات وفي انهيار السدين. بعد هذه المطالبة نريد أن نعرف من الجهة التي يجب أن تقوم بالتحقيق، ولأكون أكثر صراحة ووضوح، هل سيكون تحقيق مشترك دولي ليبي؟ مساءك سعيد أختي الكريمة، وأشكرك دائما على استضافتي، والتحية موصولة إلى متابعي قناة العربية الحدث في كل الوطن العربي الكبير. الحقيقة طبعا الأعلى سلطة في ليبيا بإمكانها تفتح باب التحقيق في الحادثة هي النائب العام، يعني النائب العام كلف من مجلس النواب، ورأيتم جميعا أنه حضر إلى أرض الواقعة وباشر عملا من هنالك وأصدر
يعني بيانات، وأعتقد أنكم حتى أجريتم معه لقاء بعض القنوات الفضائية. نعم. وصرح بتصريحات أنه سيباشر في التحقيق، وأعتقد أن طريق التحقيق قصيرة جدا. أنا بالأمس يعني استمعت لقاء له في إحدى القنوات الفضائية، لدي تعليق عليه هذا اللقاء، قال لربما التحقيقات تستغرق أياما وأشهر وسنوات، هذا غير مجدي وغير مقبول للأسف الشديد. أقول للسيد الصديق الصور الذي نعرفه دائما بمهنيته، لأن مسببي هذه الأزمة معروفين، وذكرتموها أنتم في مستهلي أو في منتصف تقريركم هذا، المطول الذي أشكركم عليه. لعلكم وضعتم يديكم على الجرح، ومن قتل الأهالينا في درنا هو من تسبب في إهمال السد. حكومة القذافي كانت يعني تأخرت وتقاعس للأسف الشديد، ولم تسيل الأموال إلا في 2010 تبعتها انتفاضة فبراير. نعم. وما تبع ذلك من مدينة درنة طبعا كانت ساحة لكثير من المشاكل، الكل يعلمها والليبيون يعلمون ذلك. نعم، ولكن سيد إبراهيم المساءلة على ما أعتقد ويعتقد الكثير من الليبيين. نعم. والمراقبين للشأن لا تتعلق فقط بصيانة السدين، وإنما كذلك حتى بطريقة التعامل وإيصال المعلومة للليبيين قبل ساعات وأيام من هذه الكارثة. ألم يكن هناك شكل من أشكال التقصير في إيصال المعلومة للخروج من المنطقة أو للبقاء في البيوت؟ هذه كذلك ألا تتطلب أيضا محاسبة وتحقيق؟ دعيني أقول لك شيئا، أن تقريركم اليوم قبل قليل يعني أوضح كل هذه الأمور، شرحتم كل هذه الأمور. نعم. أول شيء ما قاله تقريركم أن الحادثة كانت يعني مفاجأة لكل الليبيين. نحن لما تعود على سقوط الأمطار، أنا طول حياتي التي أعتبرها يعني ليست بالقصيرة، لم أرى يعني أمطار تهطل في بداية الخريف بهذه الشدة، والأمطار التي هطلت لم تهطل لا تهطل عادة في السنة بالكامل. نعم. وامتلأت الوديان، وادي درنا الذي يصل طوله إلى 70 كيلومتر وعمقه إلى 54 كيلومتر بالطول بالعرض، تصب فيه 7 أودية كبيرة جدا، يعني مهما بلغت قوة السدين لن تستطيع أن تتحمل هذه الهجمة في ساعات معدودة. الإنذار مبكر أختي الكريمة، نترحم دائما عن الموتى والمفقودين، نسأل الله أن يرجع المفقودين، ويعني نتأسف على الأطفال والشيوخ وهم أهلنا وناسنا، ولكن كان هناك إنذار مبكر موجود أمام الجبل الأخضر كله غارق. لم يكن هناك تخبط اللي في التقرير وقفوا على السد قالوا أن الماء تجاوز، هذه كلها أمور لا تنفع الآن. الآن يجب أن نتعلم، الحقيقة كانت الكارثة مفاجئة. نحن لسنا بلاد يعني ليبيا بلد مشهورة بالزلازل، آخر زلزال في عام 1963 في منطقة واحدة، ولسنا مشهورين بالفيضانات. الحديث الحقيقة كانت مفاجئة وكانت مباغتة الحقيقة، فلم يكن هناك بالحسبان، كان ننتظر العاصفة تأتي من البحر. كما قلت في تقريركم أتت من ظهر المواطنين. نعم، ولكن سيد الدرسي دعني أنقل بعض النقاط. الأولى تتعلق ب جهة التحقيق، هناك حتى جهات رسمية ليبية لا في اليوم كان في تصريحات لها هو نائب رئيس المجلس الرئاسي المنيفي، كان قال أنه يجب أن تتعاون الجهات الدولية مع الجهات الليبية في التحقيق. أنتم كبرلمان أو على الأقل وجهة نظرك سيد إبراهيم تؤيدون أن يكون التحقيق ليبي دولي؟ أختي الكريمة أخشى ما أخشى، وهذا ما بدأ يظهر الآن جليا. نحن سعداء بالهبة الشعبية من شرق البلاد وغربها، خاصة من غرب البلاد، من العاصمة طرابلس ومصراتة وزليت وكل مناطق الغربية، حتى مع الحدود التونسية، حتى من أقصى جنوب الليبي، هبة الليبيين لبعضهم وشفقتهم على بعضهم ومحبتهم لبعض غطت على الخلافات السياسية. نعم. ولكن الآن بدأ يظهر على 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 على, على يطفو على سطح الأسف الشديد بعض الأمور التي قد تكون للتشفي السياسي للتصيد في الماء العكر. قد يكون هنالك كلام يعني لا نريد الحديث عنه، أنا عندي ثقة في نعم. في النائب العام، عندي ثقة في قضائنا، إذا استلزم الأمر أن نطلب التحقيق الدولي ما فيش بأس، لكن بشرط أن يحافظ على يعني صدقية وسيادة الدولة الليبية. نعم. والقضاء الليبي، كل الأمور مطروحة وهذه الأمور يعني ستناقش لاحقا. الآن الهم الوحيد هو محاولة يعني وجود بعض الناجين من هذا الانهيار وهذا الفيضان، وانتجال الجثث وإكرامهم بدفن بالطريقة الصحيحة، ولكي يعلم ذويهم من مات ومن قضى في هذا
هذا الفيضان نترحم عليهم جميعا. ورأينا حتى في عندك في تقرير صد زميلتك كان في سوسة، سوسة التي قال عنها الشاعر: أرأيت سوسة والأصيل يلفها في حلة نسجت من الأضواء، آية من الجمال. كان الجبل الأخضر سويت بالأرض هذه المدينة. أشكركم يعني، لعلي أقول أن فعلا أول قناة تنقل معاناة سوسة، يعني لربما كارثة درنا غطت عليه سوسة، غطت عليه منطقة الوردية في ساحل الجبل الأخضر، على البياضة، على بعض المناطق تاكنس، جردس، العبيد إلى آخر المناطق. لكن أشكركم على هذا التقرير. الكارثة كبيرة، والآن يعني نتمنى أن نلمم جراحنا وأن نعود في بناء درنا وإعمارها من جديد. في سؤالي الأخير وليس عن التحقيق وإنما إعادة الإعمار، هو ملف ضخم بالتأكيد، وأنتم وضحتم ميزانية طوارئ وميزانية إعادة إعمار 10 ملايير أو 10 مليارات دينار ليبي. الحكومة أي مليارات، حكومة الوحدة كذلك وضعت ملياران. هل تؤيد إشراك المجتمع الدولي؟ هنا تحدث عن تصريح وزير الخارجية الليبي الحويج الذي كان طالب فرنسا بتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار ليبيا. نشكر حكومة الوحدة الوطنية على 2 مليار ونطلب منها المزيد، والبرلمان سيل هذه الميزانية لحكومة السيد أسامة حماد الذي نشكره هو ووزارته بالكامل، ونشكر القوات المسلحة وقوات الداخلية والكشاف والهلال الأحمر وكل من جاء من كل البلدان ومناطق وأصقاع ليبيا للمساندة. لا شك أننا يعني نحتاج إلى الدعم الدولي. هناك أصوات أختي الكريمة داخل ليبيا تطالب بأن يكون الإعمار من خارج ليبيا. في آخر جلسة مجلس النواب، جلسة طارئة، السيد الرئيس قال أن الشركات المحلية، نحن رفضنا ذلك، قلنا لابد أن تكون هناك شركات دولية مختصة. الحاجة للأموال من حاجة للتقنيات بإعادة الإعمار. أعيد السؤال سيدي. تحتاجون التقنيات أم تحتاجون الأموال؟ مختصر شديد من فضلك. لا، الأموال موجودة أختي الكريمة، الأموال في ليبيا، الأموال في مصارفنا المحلية والخارجية والمجمدة تغطي أفريقيا كلها، لكن نحتاج تقنية. نحن ندفع ثمن المشاكل التي حصلت بين لوكربي والمشاكل التي حصلت بعد انتفاضة فبراير. نحن نفتقر التقنية، نفتقر إلى الدعم اللوجستي للإنذار المبكر. لو كان هناك إنذار مبكر على السدين لكان بإمكاننا تجنب، أقول لك، 90% من هذه. من يعني رجعنا لمسألة الإنذار المبكر والتقصير في هذا الأمر. نعم سيدتي، لازال الحديث يطول ولازلنا في البداية. لعلي تسمحين لي تعريج على باختصار شديد، لو تسمحين لي تعريج على نقطة ذكرتموها في تقريركم. من فضلك ولكن باختصار شديد لك الوقت. هي أخلاء مدينة درنا. أنا على قناتكم مؤيد هذا الموضوع لسببين اثنين: أول شيء الخوف من انتشار الأوبئة أو الأمراض، والشيء الثاني لأن كما رأيتم مراسلتكم الناس جاية فازعة كما يقولوا، ولم يسمحوا لفرق الإنقاذ. يجب إخلاء درنا وخاصة وسط المدينة، إخلاء المدينة لفرق الإنقاذ وانتجال الجثث كي تشتغل بأريحية. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا لك من بنغازي، كنت معنا عضو مجلس النواب الليبي بالنائب إبراهيم الدرسي. شكرا. توجهت طائرة إغاثة سعودية ثانية إلى مطار بنين الدولي في مدينة بنغازي الليبية، وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا. هذا وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فريقا مختصا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتولى الإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي. ومن ليبيا إلى تطورات زلزال المغرب وتداعياته، حيث ذكر باحثون في اليابان أن بيانات من قمر اصطناعي تشير إلى أن الزلزال رفع مستوى الأرض بما يصل إلى 20 سنتيمتر بالقرب من مركز الزلزال. ويقول الباحثون أنه تم التأكد من تشوه الأرض في منطقة ممتدة لنحو 50 كيلومتر إلى الشرق والغرب، ومائة كيلومتر إلى الشمال والجنوب من مركز الزلزال. هذا وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عملياتها من أجل انتشال الجثامين من آخر القرى الجبلية في إقليم الحوز، لكن الأمل بإنقاذ ناجين لم ينطفئ، فقد أنقذ الجيش المغربي 5 من القرويين
رعاة الغنم الذين بقيوا محاصرين في المناطق الجبلية المنكوبة بالزلزال طيلة 3 أيام، كما نقلت السلطات المغربية المتضررين من الزلزال إلى مدينة مراكش وإلى مركز اجتماعي هناك. لم يمنع ركام زلزال المغرب وتغيير معالمه للأرض، لم يمنع هذا الأمر مفاد الحدث عمار الهندي من الوصول إلى القرى النائية، أما الوسيلة فهي قديمة حديثة بتوقيع زميلنا. نحن على أعلى قمة مغربية في جبال الأطلس في طريقنا إلى قرية أو دوار صغير اسمه تيجنتافين. هذا الدوار يسبقه دوار آخر اسمه آية أيوب. هذه القرية لم يصلها أحد للأسف حتى هذه اللحظة. المساعدات تقتصر على تلك التي تنقل عبر الدواب، الطريق إليها مغلقة، لذلك نحن نستخدم الدواب لنصعد إلى هذه القرية، نسلط الضوء عليها، نعرف ما احتياجاتها التي المطلوبة وما الذي يحتاجونه. هذه القرية التي نحن في طريقنا إليها سقط فيها ضحايا للأسف، هم بحاجة إلى خيام، بحاجة إلى كهرباء والمزيد من المواد الغذائية. من إقليم الحوز عمار الهندي، المغرب. ومرة أخرى ينضم إلينا عمار الهندي من إقليم الحوز مفاد الحدث. عمار، أهلا بك. عمار، كنا تابعنا معك هذا التقرير. أهلا بك عمار. صعوبة التنقل بالتأكيد في هذه المنطقة لكم وللمنقذين وحتى للساعين للنزوح من هذه المنطقة. أرى بأنك في منطقة جبلية، أعتقد جبال الأطلس الآن، المشهد من حولك وصعوبة بالتأكيد مثل ما ذكرنا التنقل. أسارة، بالفعل الصعوبة ربما تزداد خلال الساعات القادمة لأن الأمطار بدأت تهطل في هذه المنطقة. نحن فعلا صعدنا إلى أعلى قمة في جبال الأطلس واطلعنا على أحوال هذه القرية. الأحوال فيها صعبة جدا، ليس لديهم خيام، ليس لديهم كميات كافية من الطعام، ليس لديهم حمامات ولا كهرباء ولا أي شيء من سبل الحياة. والصراحة ليس لأن هنالك تقصير، ولكن لأن صعوبة المكان كبيرة جدا. يعني احنا استغرقنا 40 دقيقة ونحن نصعد هذا الجبل باستخدام الدواب، لأنه سيرا على الأقدام ستكون صعبة جدا علينا، وليس هنالك طريق تسلكها السيارة. نحن نزلنا ونحن الآن في آية أيوب. الهم الكبير سار لدى السكان الليلة هو الأمطار، لأنه على ما يبدو أن الطقس سيتغير والأمطار ستكون مع ساعات المساء شديدة. نعم. وهذا ما يشغلهم الآن. هذه الكاميرا يعني تتحرك، هذه مثلا الخيام التي يعيشون فيها وهي في هم يعيشون في الوادي في الوديان، وبالتالي إذا تشكلت الأمطار وكانت كثيفة وتشكلت سيول تشكل خطر كبير جدا على السكان، لأنه لا أحد في منزله. نعم. بعد أن دمرت جميع المنازل هم الآن جميعا في الخيام. إذا كان لدينا وقت أنا سأتحدث لأحد الشباب بتأكيد عمار، يعني هو يعني من سكان هذه القرية. نعم، فضلك. أنا سأسأله كيف سيتدبرون أمرهم في خلال يعني الأمطار. تحياتي لك. الأمطار بدأت تنزل. نعم. ما كيف يعني ستتصرفون حينما تنزل الامطار؟ كيف تحموا حالكم؟ دابا حنايا هنايا الناس ما عندهم ما يديروا هنايا حيت الشتا دابا جايه والبلاستيك الميكا دابا بلاستيك الميكا سميتو كيقولها بالدارجه. خاصهم دابا يجيبوا الميكا حيت الشتا جايه، خاصهم ضروري يديروا الخيام باش ما تدخلش الماء ليهم. واصلا هنايا بلا زلزال لا والو الناس كيعانيوا هنايا بزاف. نعم. في الفصول السابقة أنتم في الأمطار كيف تتصرفون؟ البيوت كانت تحميكم، الآن مع الخيام الخطر أكبر عليكم مثلا؟ نعم، بدون منازل الخطر أكبر. أنا لا أدري، أشكرك، أنا لا أدري سارة ما الحل مع الأمر. ربما تكون هنالك مثلا بيوت أقوى تتحمل الأمطار، لا أعرف ما الحلول، ولكن يعني
نعم نعم عمار، هذه المنطقة دائما بالتأكيد طبيعة البناء في هذه المناطق الجبلية الأمازيغية تقليدية إلى حد كبير، ولكن إن كنت قادر على سؤال صح. شخص آخر أو نفس الشاب من مسألة المخاوف من الانهيارات الجبلية الآن بفعل الزلزال وربما بفعل أمطار غزيرة. أنا سأسأل شاب آخر سأسأل شاب آخر. تحياتي، يعطيكم العافية. عارف إنكم تتعبوا بتحصنوا الخيام، ولكن عموما هل لديكم خوف من السيول من انهيارات صخرية بسبب الأمطار؟ يعني إذا تشكلت أمطار كيف ستتصرفوا؟ عندكم مخاوف من انهيارات الصخر والحجارة؟ نعم لدينا مخاوف كثيرة. كنا في السابق عندما كان لدينا الديار كنا نخاف من السيول، والآن ازدادت المخاوف أكثر فأكثر. لأنكم في خيام مش في بيوت. لأننا في خيام. أنا عندي سؤال حقيقة، يعني كيف ما التصرف؟ ما يعني ما الحاجة؟ يعني كيف الحل؟ ما الحل؟ نريد الرجوع إلى منازلنا وأن المنازل مدمرة للأسف بفعل الزلزال. نريد أن تبنى من جديد وأن نكون في منازلنا مع أبائنا وأمهاتنا. هذا ما نريد. يعني نتمنى لكم السلامة أنتم في هذا الدوار وفي كل الدواوير. عموما سارة، هنالك أيضا للأسف دواوير أخرى لم تفتح الطريق لها بعد غير تلك التي في أعلى الجبل التي صعدنا عليها. هنالك دواوير في الطريق هذه ولا أحد يصلها سوى باستخدام الدواب أو سيرا على الأقدام. حتى فرق الإنقاذ تصل هذه النداءات، حتى المساعدات عمار، حتى المساعدات وصلت بنفس الطريقة. المساعدات فقط تنقل بنفس الطريقة، لا تصل المساعدات إلا على الدواب أعتقد، وأنا كنت علمت بأنه طائرات عسكرية هليكوبتر كانت تصعد إلى تلك المناطق تقذف المساعدات لهم، لأنه هذا التصرف السليم. شاهدنا طائرات عسكرية كثيرة في هذه المناطق، ولكن السكان بحاجة إلى المزيد، يعني ينقلوا لأشياء بسيطة جدا باستخدام الدواب، والمشكلة الأساسية هي نقص الخيام الحاد سارة لديه. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة، ونتمنى لفريقنا ولكل أهالي المنطقة السلامة من إقليم الحوز. كنت معنا مفيد الحدث عمار الهندي. الآن إلى ليبيا والمؤتمر الصحفي لوزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان. وضع بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخير لكم جميعا مرة أخرى. نبدأ في المؤتمر الصحفي اللي وعدناكم إنه إن شاء الله سيكون كل يوم عند الساعة 7. نعتذر مرة أخرى للتأخير الخارج عن الإرادة في بعض الأحيان. قبل أن نبدأ حقيقة أريد أن أتقدم باسم السيد رئيس الحكومة وباسم الحكومة الليبية وباسم الشعب الليبي الكامل بأحر التعازي لإخوتنا وأشقتنا في دولة اليونان. كان هناك فريق أتى لمساعدة الليبيين في عمليات الإنقاذ في مدينة درنة، وصل اليوم إلى مدينة بنغازي، وفي طريقه إلى مدينة درنة تعرضوا لحادث سير شنيع حقيقة. الفريق كان يتكون من 19 شخصا، منهم 4 وفيات و15 جريح. ال15 منهم 8 حالتهم مستقرة إلى حد ما، وهناك 7 حالتهم حرجة الحقيقة. تم إسعافهم ونقلهم جميعا إلى مستشفى التخصصي في بنغازي، وهم الآن على وشك الوصول. في المقابل طبعا كانت هناك عائلة ليبية تتكون من 5 أفراد هي الذي اصطدموا بها. هذه العائلة الليبية كانوا فيها 3 وفيات
واثنين يعني جرحى ولكن أيضا حالتهم خطيرة يعني. فتعازينا الحارة لأهالي الذين فقدوا حياتهم من العائلة الليبية وأيضا من أخوتنا في اليونان الشقيق الذين أتوا لمساعدتنا، و يعني الحقيقة يعني شيء مؤلم لما ترى يعني أشياء مثل هذه الأشياء على الرغم منهم أتوا لإنقاذ الحياة يعني. فنسأل الله أن يتقبلهم جميعا بواسع رحمته. طبعا الحادث كان في مدينة مراوة اللي هو مش بعيد كثير من مدينة البيضاء، وللأسف الشديد كما ذكرت تم إسعاف من يمكن إسعافه ونقل للمستشفيات، ولكن المتوفين هذه هي الأعداد التي ذكرتها. قبل أن نبدأ في سرد الضحايا أثر الإعصار في درنا، أريد أن أشير أو على الأقل أذكر بعض الإيجابيات التي تحصل من خلال العاملين في وزارة الصحة والمتطوعين بصفة عامة يعني. الهدف طبعا كلنا من القدوم هنا هو حقيقة لمواساة أهلنا في درنا، لرفع المعاناة عنهم، مساعدتهم بكل الإمكانيات التي نستطيع، ومن ضمنها اللي هو تحسين الخدمات الصحية في المدينة والإطمئنان على أن الأمور تسير في بشكل جيد. المدينة حقيقة تعرضت لمأساة كبيرة جدا 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 تفوق خيالنا جميعا، ويحتاجون لاهتمام صحي في مجالات عديدة سأذكر منها على الأقل ما هو يعني ما تم إنجازه اليوم بالإضافة إلى ما تم إنجازه السابق ذكرناه في المرة السابقة. أول حاجة اليوم انطلقت بإذن الله حملة التطعيمات. نعرف أن الكثير من المواطنين والكثير من العاملين في الإنقاذ يعني بدأوا متخوفين من انتشار أوبئة أو من آثار صحية جراء عملهم في عمليات الإنقاذ، وهو تخوف منطقي ومقبول، ونحن كوزارة الصحة حقيقة لم نهمل هذا الجانب من البداية، فوضعنا برنامج علمي لإجراء تطعيمات ضد الأمراض التي بالعادة تحصل بعد الكوارث مثل هذه الكارثة سواء كانت الفيضانات بالدرجة الأولى. فانطلقت الحملة، باختصار الحملة المستهدف منها ثلاث فئات. الفئة الأولى اللي هي تخص فرق الإنقاذ، وهذا يعني الحمد لله يعني شبه تم استكمال يعني إعطائهم اللقاح هذا اليوم. الفئة الثانية اللي هم العاملين في قطاع الصحة في المستشفيات في المراكز الصحية، الناس اللي تختلط بالجثامين بالدماء، وطبعا كل فئة لها التطعيم الخاص بها يعني. والفئة الثالثة اللي هي الأطفال من سنة إلى 15 سنة في داخل مدينة درنا. تم وضع برنامج علمي، والصحفيين يا سلام، أي حد، والمتطوعين أي حد، كل اللي تشملكم الفئة الثانية أو تشملكم واللي ينتقل للمواقع تشملهم الفئة الأولى. اللقاحات موجودة ونحن على استعداد لأي شخص يعني يريد أن يتلقى اللقاح. الفئة الثالثة كما ذكرت اللي هم الأطفال من سنة من عمر السنة إلى 15 سنة، تم وضع برنامج دقيق حقيقة للوصول إليهم في عدة مراكز داخل المدينة، وبإذن الله إن شاء الله ثلاث فئات انطلقت الحملة في التطعيم. الفئة الأولى كادت أن تكتمل، والفئة الثانية والثالثة إن شاء الله انطلقت، ونتوقع خلال اليومين القادمين كل الأمور إن شاء الله تنتهي. هذا طبعا حيعطي طمأنينة أكثر للناس أنهم على الأقل بإذن الله إن شاء الله مش حيكونوا في خطر صحي. الشيء الآخر اللي حقيقة كنا دائما
يعني حريصين عليه ومتخوفين من نتائجه. طبعا المدينة للأمانة يعني كما ذكرت حتى بالأمس رأينا وشاهدنا الكثير من المآسي، وهذه سيكون لها تأثير أو نفسي كبير على العديد من السكان، سواء كانوا في مختلف الفئات العمرية، لأن هول المأساة كبير، والكثير من العائلات فقدت أحبائها وأبنائها وأقاربها وزملائها، وهذا كلهم طبعا معروف أن دائما هذه المآسي تؤثر، تخلف آثار نفسية تحتاج إلى برنامج علمي للتعامل معه. قمنا حقيقة الآن بتشكيل لجنة عليا لتقديم الدعم النفسي لمدينة درنة. هذه اللجنة يعني بدأت في وضع الخطة وستنطلق من غدا إن شاء الله، متكونة من أخصائيين نفسيين وفي العلاج النفسي وأطباء نفسيين، وأعطيت كل الصلاحيات في أنها تتعامل مع جميع من هم يعني يمكن أن يساعدوا في هذا الأمر، سواء كانوا من أو من الإخوة العرب أو حتى من المنظمات الدولية ومن الدول الأجنبية. أيضا تم التأكيد على أن يكون هناك برنامج واضح وبرنامج يصل. إذن كنا مع هذا المؤتمر الصحفي لعثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، ويتحدث عن إحصائيات أو عن آخر الأرقام المسجلة للضحايا. بعد قليل سيذكر آخر الضحايا، ولكن إلى غاية الآن هو يتحدث عن تطورات أخرى. حملة تطعيمات ستطال 3 فئات، فرق إنقاذ، طواقم طبية، أطفال، كما يتحدث عن إجراءات أخرى في المنطقة. سنبقي عينا بالتأكيد على هذا المؤتمر، وسننقل لاحقا بإذن الله آخر المستجدات المتعلقة بالأرقام. تقريبا حوالي 7. وبالتأكيد نبقى عينا على ما يجري في ليبيا وفي المغرب، ولكن الآن ننتقل إلى ملف ثالث، إلى السودان. أفاد مراسل الحدث بتجدد الاشتباكات في محيط القيادة العامة بالخرطوم وحي المربعات جنوب أم درمان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. مراسل الحدث قال إن النار اشتعلت أيضا بمقر شركة النيل الكبرى للبترول بالخرطوم جراء الاشتباكات. ولمتابعة هذا المشهد الميداني من العاصمة السودانية الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث مقداد حسن. مقداد أهلا بك. إذن تجددت الاشتباكات، نعود للاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وفي بعض المناطق فيها مثل أم درمان. آخر تطورات هذه الاشتباكات وأين تتركز؟ بالفعل سار يوم ثاني من الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم في محاور قتال مختلفة ومحاور واسعة جدا من أجزاء العاصمة السودانية الخرطوم بأحيائها ومدنها الثلاث، هنا في شرق العاصمة الخرطوم وفي قلب العاصمة الخرطوم وكذلك في جنوب العاصمة الخرطوم. كل هذه المناطق كانت مشتعلة بفعل الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تخوم القيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم، وأيضا
أيضا حول المقار الاستراتيجية في منطقة السوق العربي ومنطقة مقرن النيلين، دارت اشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين القوتين. الجيش السوداني يستهدف هذه المناطق عبر الطائرات المسيرة وعبر الطائرات المقاتلة وعبر المدفعية الثقيلة الموجهة على تمركزات الدعم السريع. بالمقابل قوات الدعم السريع كانت تستهدف تمركزات الجيش بالمدفعية الصاروخية الموجهة من مناطق تمركزها. أيضا الجيش كان يستهدف تموضعات الدعم السريع في أحياء جنوب وشرق العاصمة الخرطوم، أحياء الرياض والجريف والفردوس وأحياء المعمورة وأركويت، وكذلك أحياء المجاهدين وأحياء جنوب الحزام السلمة والأزهري ومناطق أيضا في أبو آدم الواقعة جنوب سلاح المدرعات. كل هذه المناطق تصاعدت منها سحب الدخان نتيجة الاشتباكات ونتيجة القذائف المدفعية الموجهة من قبل الجيش ومن قبل المسيرات التابعة للجيش التي تستهدف هذه المواقع. أيضا بالقرب من سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في جنوب العاصمة الخرطوم تصاعدت سحب من الدخان وسمع دوي انفجارات بفعل المدفعية الثقيلة من أحياء جبرة وأحياء العشرة وكذلك الأحياء المتاخمة لهذا السلاح. هذه الاشتباكات أيضا امتدت غربا إلى مدينة أم درمان في جنوبها حيث سلاح المهندسين كان هنالك قصف مدفعي متبادل بين الطرفين سمع دويه في الأحياء القريبة كأحياء المربعات وأحياء كذلك البستان. أيضا محور أم درمان القديمة وأحيائها التي هي واقعة في وسط مدينة أم درمان، حي بيت المال وحي كذلك الملازمين والمنطقة الصناعية تصاعدت منها سحب من الدخان، يرجح أنه منشأة بلاستيكية تصاعدت منها سحب من الدخان كانت كثيفة جدا بفعل هذه الاشتباكات والقذائف التي تسقط من قبل الجيش السوداني ومن قبل الدعم السريع باعتبارها نقطة تتمركز فيها قوات الدعم السريع. أيضا شمال مدينة بحري أحياء الحلفاية والدروشاب والليزيرقاب وكذلك أحياء الكدرو الجيش السوداني استهدفها بالقذائف المدفعية من قاعدة وادي سيدنا العسكرية والجوية التي تنطلق منها هذه القذائف. المشهد عموما كان يعني أجواء عسكرية واسعة جدا، سحب من الدخان لبدت سماء الخرطوم وأيضا يعني احترقت منها يوم اشتباكات عنيف مثل ما ذكرت الكثير من المحاور احترقت منها مقار استراتيجية مهمة سارة. نعم، ولكن باختصار شديد عن هذه المقار، الوقت المخصص انتهى، من فضلك مقداد. نعم، هذه المقار منها ما يقع في مقرن النيلين وهي منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، أبراج النيل التي هي تتبع لشركة وطنية تعمل في مجال البترول وإنتاج البترول وتعمل على توزيعه. نعم. احترق هذا المبنى نتيجة هذه الاشتباكات وهي منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع. أيضا مبنى وزارة العدل وكذلك الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في شارع الجمهورية في قلب العاصمة الخرطوم، هذه من المقار الاستراتيجية والبنى التحتية المهمة للدولة السودانية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات من العاصمة السودانية الخرطوم، كنت معنا مراسل الحدث المقداد حسن. هذه المرة في دارفور التي طالبت فيها وزارة الصحة، طالبت القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالتوسط بين الجيش والدعم السريع الابتعاد عن محيط المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة نيالا. هذا وقال مدير عام الصحة عباس حسن إن الوزارة تأمل من قيادة حركات الكفاح المسلح بضرورة التدخل العاجل وتأمين المرافق الصحية التي تضم أقساما حيوية مثل غسيل الكلى والجراحة والأطفال. ومن جهتها رحبت القوات المشتركة للكفاح المسلح بالمقترح الذي طرحه. جواز السفر هو طوق النجاة الوحيد للعبور إلى بر آمن بالنسبة للسودانيين الذين نزحوا من العاصمة الخرطوم إلى ولاية البحر الأحمر ومنها إلى حيث الوجهة التي يلتقطون فيها أنفاسهم بعد أشهر من المعاناة التي خلفت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. صاله زي ما شفنا صاله ضيقه، كراسي ما في، ناس كبار واقفين تبلع العصايات، حاجات كثيره كلها شفتها خطا في خطا. صوري لي انت يومك الليله
تجي ما بتقدر تدخل، بيدخل الزول الجاي جديد، بيدخل الزول الجاي قبليك، بيدخلوا يعني احترامي للواسطات، لكن ما بتجي كذا. في ناس ما عندهم واسطات وفي ناس ما بيقدروا يدخلوا. في أقل من شهر جاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مصر وجنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا وأوغندا، بينما اكتفى خصمه حميتي بالحضور على وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت لا بالصورة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ست دول زارها البرهان آخرها أوغندا، حمل معه هموم الحرب إلى بلد خبر مصائب الحرب. البرهان استعرض صورته على البساط العربي والأفريقي. في المقابل يعرض حميدتي عن الظهور مكتفيا بالاختباء وراء صوته. في حال استمر هذا الوضع أو قام الفلول بتشكيل حكومة، سنشرع فورا في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة. تباين الظهور تلاءم مع تباين الحسابات السياسية. الأول قيل إنه يبحث عن حكومة مطلة على البحر تحديدا في بورت سودان، والثاني يهدد بتشكيلها في الخرطوم على ضفاف النهر. على الجغرافيا كما في السياسة محال أنهما يلتقيان، فالخلاف كان دوما ميزتهما. فعوض دمج الدعم السريع في الجيش كانت المواجهة، وبدل الانتقال إلى الديمقراطية كان الانتقال سهلاً إلى العنف. لم يتوقف مسلسل العنف واشتدت المعارك، حتى الهدن لم تخفف من شدة الاقتتال. وحين شارفت الجهود الدولية لتطويق الأزمة في الخرطوم انفجر لغم التوتر في دارفور، كأن حصيلة القتلى التي فاقت 5000 غير كفيلة بوقف الحرب. فحتى الآن لا منتصر على الأرض، وكان الشعب السوداني هو المنهزم الوحيد. القصف الجوي العشوائي يقوم به من لديه قوة جوية وهي القوات المسلحة السودانية، وأكثر حالات العنف الجنسي والقتل والنهب حدثت في مناطق تسيطر عليها قوة الدعم السريع. كل طرف زعم أنه أوشك على تحقيق انتصار على خصمه، انتصار مزيف لا يشي بقرب انتهاء الصراع، فكلاهما ذهب أبعد من أن يتراجع. بين هذا وذاك ظلت التيارات السياسية مقيدة بالحيرة مع من تقف، ومكبلة بالخوف، الخوف من الانقسام. حمزة عتبي، الحدث. ومن بروكسل ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف المحلل السياسي السوداني صدقي مطر. السيد صدقي أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذا ما تابعنا تتابع التطورات أو الأحداث في السودان اليوم، تجدد اشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم وفي مراكز استراتيجية في العاصمة، قبل أيام تهديد حميدتي بتشكيل حكومة في الخرطوم ردا على أنباء عن تشكيل حكومة قريبة من الجيش أو تابعة للجيش في بورت سودان. إلى أي حد يمكن القول الآن أن الأطراف السودانية بعيدة عن طاولة الحوار؟ مساء الخير أستاذة سارة، مساء الخير على مشاهدي الحدث. في الحقيقة ما 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 جرى اليوم في الخرطوم هي امتداد للحرب، هي حرب المقام الأول. ما يدور في السودان الآن هي حرب منذ أبريل، ولكن الآن تضيق الحلقات حول قوات الدعم السريع، وهنالك يعني انتصارات يعني مشهود لها من قوات الشعب المسلحة، ولكن للأسف هنالك تجاوزات يعني أظهرت للعالم أجمع إنه قوى
ميليشيات الدعم السريع هي قوات للتدمير البنية التحتية في السودان. ما نراه الآن من ضرب لكل مباني البنية التحتية في السودان لشيء مؤسف شديد حقيقة، ومؤسف أيضا أن يكون هنالك من يدعمون هذه القوات ومن يدعمون هذه الميليشيات التي لن تتوقف عن القتل والنهب وتدمير البنية التحتية. ما تفضلت به أن هنالك بعد الآن في المسار المفاوضات بين الدعم السريع والجيش السوداني، ذكر هنالك قد تم حل قوات الدعم السريع، فمن الصعب جدا الآن أن يكون هنالك تفاوض في الوقت الحالي، هذا تحليلي. ثم هنالك من يربطون الآن زيارة مرتقبة للفريق البرهاني للسعودية، فهذه هي زيارة طبيعية بين دولتين لهم علاقات أزلية، والسعودية دوما كانت بجانب السودان في كل الفترات السابقة. فلا أرى في إنه من يروجون الآن إنه لزيارة البرهان من أجل بدء الحوار بين ميليشيات الدعم السريع والجيش السوداني، فهي زيارة بين دولتين صديقتين لهم. ما الذي حققه البرهان قائد الجيش سيد صدقي؟ ما الذي حققه البرهان في تحركاته الخارجية وهي كثيرة منذ بداية الأزمة؟ البرهان حقق كثيرا في تحركاته الخارجية، لأنه صحح مفاهيم كثيرة لبعض الدول التي كانت تستسقي أخبارها من الميديا المعادية من ميليشيا الدعم السريع، وذهب إلى كل تلك الدول وحقيقة تحدث مع قادة تلك الدول وشرح بكل يعني صدق ما يدور في السودان، وأن تلك الميليشيات هي الميليشيات الإرهابية لا أكثر. فلذلك هنالك تفهم كبير جدا جدا من الدول التي زارها البرهان، وهنالك يعني وقفة مع الجيش مع الشرعية في السودان. ما يدور الآن من مواجهات في السودان، أنا في اعتقادي هذه هي المواجهات الأخيرة التي يريد الدعم السريع استنزاف ما تبقى لهم من قوات والزج بهم إلى المحرقة، هؤلاء يعني الذين القادة الذين يقودون تلك الميليشيات. وهذه يعني ليس بعيدا، قبل أيام تم تسليم أطفال للصليب الأحمر الذين كانوا يقاتلون مع الدعم السريع والذين يختطفون. فيجب أن الدعم السريع تتحدث، ما هي الدعم السريع؟ قوات الدعم السريع تتحدث عن مشهد مختلف أو رواية مختلفة، يتحدثون الآن عن إمكانية تشكيل حكومة في الخرطوم في حال شكلت الحكومة الأخرى في بورسودان. لنفترض بأن الخطوات تشكيل هذه الحكومة اللي هي الدعم السريع أو قريبة من الدعم السريع جدية بالفعل، ما شكل الدعم السياسية لهذه الحكومة، وهل ستحصل على أي اعتراف دولي؟ استغرب من حديث قائد الدعم السريع الذي لن يتحفنا بإطلالته طيلة هذه الفترة أن يتحدث بتشكيل حكومة في الخرطوم. استغرب أين سيتم تشكيلها، في بيوت المواطنين؟ سيتم تشكيلها في الشوارع في الأزقة؟ ليس لهم مكان يشكلون فيه الحكومة، لا يمتلكون أي مكان من مباني الدولة في الخرطوم ليشكل الحكومة. هذه هي آمال ورغباتهم في تشكيل الحكومة، ولكن هذا للأسف يعني حقيقة هذا مضحك أن يكون هنالك تهديد بهذا المستوى، وهم لا يستطيعون حتى الوصول إلى القيادة العامة ويحاولون. فلذلك أنا أرى هذا فقط لكسب التعاطف من قواتهم التي انهارت، لأن القوات الدعم السريع التي الآن انهارت انهيار كامل، وفيهم كثيرون الآن يبحثون عن الملاذ ويبحثون عن الطرق للهروب من الخرطوم. هذه في المقابل، لماذا تأخر مشروع تشكيل حكومة انتقالية من قبل الجيش السوداني أو من قبل البرهان؟ ما شكل العراقيل التي واجهت هذه الفكرة؟ وباختصار شديد من فضلك سيد صدقي. نعم، ليس هنالك عراقيل في تشكيل الحكومة، إنما القيادة العسكرية كما قال سابقا هي تريد توافق المدنيين جميعا من أجل تشكيل حكومة مدنية. وإن كان هنالك رغبة للجيش أن يشكل حكومته لشكلها منذ زمن بعيد،
فنتمنى أن يكون ما هو قادم في 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 لقاء الكويت لبعض القوى السياسية، ونتمنى أن تنضم إليه القوى الأخرى من أجل أن يكون هنالك مخرج من أجل الوطن وليس من أجل المصالح الضيقة. نعم. نتمنى أن يكون هنالك تشكيل حكومة مدنية في القريب العاجل، وأن تقف هذه الحرب التي عانى منها الشعب السوداني. نعم. هذه أمنياتنا. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي السوداني، كنت معنا من بروكسل صدقي مطى. شكرا. نعود إلى الملف الليبي من حيث نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري نفى حصيلة 11300 وفاة التي أوردها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة. وأشدد توفيق شكري على أن الهلال الأحمر الليبي لم يصرح بهذه الأرقام، معتبرا أن الخطأ في مثل هذه الإحصاءات قد يربك الوضع، خاصة لذوي المفقودين على حد تعبيره. هذا ودعا الهلال الأحمر من لديهم مفقودون بإحصار دانيال لتسجيل أسمائهم. رئيس فريق الإنقاذ الليبي أوضح أن هناك عددا هائلا من الجثث ينتشر على شواطئ درنة أغلبها متحللة ومنتفخة، فيما كشف أن ارتفاع الأمواج يعرقل جهود الإنقاذ، وأوضح أن هناك حاجة لعناصر متخصصة في انتشال الجثث. لا وجود للهلال الأحمر الليبي لأرقام حصيلة كاملة لهذه الأزمة، كون جمعية الهلال الأحمر الليبي هو جزء فعال لهذه الأزمة، ولكنه ليس الوحيد، هناك أطراف عدة تعمل في هذه الأزمة بهذه الاستجابة من المحلية ومن الدولية والإقليمية، وأرقام تقريبية تتعدى 10,000 مفقود، ولكن نحن بصدد تسجيل وتجهيز وخصوصا ذوي المفقودين على الذهاب وتسجيل بيانات المفقودين. ويجب التفريق أن سبب تلوث المياه هذه الأسباب وليس الجسد كما هو يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية. نتابع الوضع الميداني من هذه المناطق التي اجتاحت الفيضانات أو تضررت بفعل هذه الفيضانات الكبيرة والكارثة البيئية. عميد بلدية سوسة عبد الحكيم بشير. سيد عبد الحكيم أهلا بك في شاشة الحدث وعلى برنامج الأخبار الليلة. الوضع في سوسة تحديدا، كنا تابعنا قراراتكم بجعلها منطقة منكوبة، كيف هو الوضع الآن؟ مرحبا. بالنسبة الآن العمل على حد وساق للرجوع للحالة الطبيعية. زي ما تعرف في حضرتك بعد الكارثة اللي غير متعودين عليها، يعني كان مفاجئة، كان في بعض الأولويات نتعامل معها، يعني ممكن أولوية أن سوسة يرفع عن العزل كانت منفصلة من ناحية الشرق والغرب. نعم. وفي بعض الطرق قفلت، فكان من أولوية أن تفتح هذه المسارات، في مسارات مهمة في داخل المدينة مثل الشارع قريب المستشفى حتى تتم عملية الإسعاف بطريقة سلسة، والعمل بسرعة لإرجاع الكهرباء حتى تخفف وطأت صدمة على المواطنين. نعم. وكان هناك أولوية ثالثة هي إرجاع الماء، لأن سوسة لديها محطة تحلية، ولازلنا نكافح في هذا الأمر حتى الآن. نعم. وإرجاع المياه الطبيعية لسوسة. نعم. سيد عبد الحكيم، نريد أن نعرف المشهد أكثر معك. الآن سوسة هل أخرج منها الأهالي أو جزء من الأهالي؟ هل دخلت فرق الإنقاذ التي كنتم تنتظرونها، وأقصد الأجنبية تحديدا؟ نعم، وصلت عدة فرق الإنقاذ، ولكن لم يخرج أحد من أهالي من سوسة لأي منطقة. الأهالي باقين عايشين والحياة الطبيعية رويدا ترجع للحياة الطبيعية للمعدل الطبيعي، وإن كان المهمة صعبة ولكن نعم.
يعني في 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 سرعة في في إنجاز هذه المهمة. تحتاجون لفرق إنقاذ أخرى ليبية أو أجنبية لمساعدتكم؟ لا أعتقد أن الموجودين كافيين حتى الآن، يعني قائمين بالمهمة على أكمل الوجه. نعم، تحدثت عن الكهرباء ومحاولتكم إرجاعها، وتحدثت كذلك عن المياه. هل يمكن القول أن سوس الآن عادت إليها خدمة الكهرباء كاملة؟ كاملة لا، ولكن أفضل من الأيام السابقة. كاملة فيها بعض الأحيان لم تعد الكهرباء إليها، ولكن في خطوات حثيثة حتى ترجع الكهرباء لكامل سوس. ما خطورة عدم إرجاع خدمة الكهرباء؟ ما القطاعات الأخرى التي تتأثر؟ عمل فرق الإنقاذ، المراكز الصحية، حياة الأهالي؟ نعم، كل اللي ذكرتي حيتأثر لو الكهرباء لم يتم إصلاحها في الوقت المناسب. يعني نحن كنا في مرحلة صدمة معينة، وكان فاقدين الضوء 24 ساعة. نعم. والكل يعلم ما يعني أن الإنسان يعيش في ظلام 24 ساعة. فكان من المهم أن نرجع الكهرباء حتى تكون نفسية المواطن أفضل من المفروض. ماذا عن المياه؟ هل المياه في سوسة صالحة للشرب للأهالي؟ في التحليل لم يتم بعد، ولكن في هناك مخاوف من أن تكون ملوثة. حذرتم المواطنين؟ طلبتم منهم شرب بمياه معلبة الابتعاد عن المياه في المنطقة؟ لا لم نقم بهذا الأمر، لأن سوسة لا تمتاز بالمياه الجوفية. نعم. مثلا شحات أو مناطق مجاورة لا تعتمد على البرد، تعتمد على محطة تحلية، ومحطة تحلية حتى الآن لم تشغل وهي تحت الإصلاح، وإن كان مهمة صعبة في هناك خطوات جبارة من في اللي يرجع على حالتها الطبيعية. في سؤالي الأخير سيد عبد الحكيم، الأرقام المسجلة في سوسة تحديدا، أرقام الضحايا المتوفين، من استطعتم إنقاذهم، وكذلك إن كان هناك حالات تنقذ إلى غاية الآن بعد أكثر من أسبوع من الكارثة. الرسميات الإحصائيات الرسمية غير دقيقة، نعم، أن أقول ذلك، لأن سوسة لها خصوصية أن منطقة ميزتها فيها سياحة داخلية، والسياحة الداخلية تجذب بعض السواح من المناطق المجاورة، ممكن لم يسجلوا حتى في السجلات. ولكن 16 وفيات، 13 تم التعرف عليهم، 3 مجهولي الهوية، هناك من 50 إلى 30 جريح، مفقودين 30 إلى 40 بلاغ، والإحصائية مرشحة عن تزيد للسبب السابق الذي ذكرت. ما حجم البيوت أو المساحة التي يمكن قولها طمرت الآن أو هي تحت الأرض؟ ما حجم مساحة سوسة التي يمكن القول أنها اختفت فعلا بعد هذه الفيضانات؟ المساحة كبيرة، ولكن لا إحصائية رسمية. نعم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عميد بلدية سوسة عبد الحكيم بشي، شكرا. في مشهد مؤثر، عائلة ليبية تعود إلى منزلها في مدينة درنة بعد أن تضرر من الفيضانات التي اجتاحت البلاد، لتتجول بين أثاثها المتناثر والتالف والأرضية المغطاة بالطينة.
بيتي دمار. هذا البيت الحمد لله من عند الله. لا الحمد لله. تاع البنات هاي؟ تاع البنات الحمد لله. شعور ما فيش شعور من عند الآن، مش قادرة نوصف شعوري. يعني شفت الموت بعيني، شفت عائلتي تبي تموت قدام عيني. لقينا الجثث، جيران، أصحاب، ما أقدرش نوصف. وفي ملف ليبي الآن أوروبي، قالت وكالة الأنباء الإيطالية أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتا على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأضافت الوكالة أن الطفل ولد أثناء رحلة هجرة غير قانونية وتوفي بعد وقت قصير من ولادته. وكان الأسبوع الماضي شهد غرق رضيع عمره 5 أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال إفريقيا. إذن تشهد هذه الجزيرة الإيطالية زيادة كبيرة في عدد الوافدين إليها، جلهم من المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا. المزيد حول هذا الموضوع مع الزميلة نور الحصني. بوتيرة متصاعدة وأعداد كبيرة يصل المهاجرون غير النظاميين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، يحملهم اليأس من أوضاع بلادهم والأمل بحياة أفضل، فيركبون القوارب المتهالكة عابرين البحر. خلال بضعة أيام وصل نحو 8000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا، وهو عدد يتجاوز عدد سكان الجزيرة نفسها. معظم قوارب الهجرة غادرت من تونس، رغم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس لوقف تهريب المهاجرين مقابل مساعدات اقتصادية. الأزمة في لامبيدوزا شكلت توتراً في حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي تعهدت باتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع تدفق المهاجرين، داعية إلى فرض حصار بحري على شمال أفريقيا، ومشيرة إلى أن إيطاليا بحاجة إلى المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين. في الأثناء عززت فرنسا حدودها مع إيطاليا خوفا من تدفق المهاجرين، فيما تباحث وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وممثلا عن إسبانيا، تباحثوا حول أزمة المهاجرين في لامبيدوزا. الرئيس الفرنسي أكد أهمية التضامن الأوروبي مع إيطاليا، فيما علقت ألمانيا استقبال طلبات اللجوء المنقولة من إيطاليا. هذا ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى جزيرة لامبيدوزا مع إعلان الاتحاد الأوروبي أن أعداد المهاجرين إلى الجزيرة تجاوز قدرتها الاستيعابية. أمام هذه الأزمة تظاهر سكان جزيرة لامبيدوزا ضد خطط إيواء المهاجرين في جزيرتهم، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ فيها. تقارير أوروبية قالت إن أعداد الوافدين إلى إيطاليا تجاوز منذ بداية العام الحالي 120,000 مهاجر، أي ما يقرب من ضعف أرقام العام الماضي، وسط تحذيرات من أن هذه الأرقام في طريقها لمطابقة الرقم القياسي لعام 2016 أو حتى تجاوزه. هذا وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في بيان لها أن الهجرة غير النظامية تعتبر تحديا لأوروبا، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى رد أوروبي. الأمر مهم للغاية بالنسبة إلينا، لأن الهجرة غير المشروعة تعتبر تحديا أوروبيا، ويحتاج الأمر إلى رد أوروبي، لذلك نحن في هذا الأمر معا. ومن باريس الآن تنضم إلينا لمناقشة هذا الملف الكاتبة السياسية والباحثة في شؤون الهجرة الدكتورة أمل نادر. دكتورة أمل، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. أهلا بك. فرنسا أو العواصم الأوروبية دائما تحتاج لشمال إفريقيا من أجل تنسيق أو وضع خطط للحد من الهجرة، ولكن واحدة من الدول الأساسية في أي مخطط أوروبي للحد من الهجرة من جنوب المتوسط إلى شمال هي ليبيا، التي تحتاج إلى إعادة إعمار وإلى تعاون كذلك يا أوروبي. إلى أي حد في البداية أوروبا معنية بمساعدة ليبيا في إعادة الإعمار، على الأقل من مدخل صفقة ما أو هجرة مقابل إعادة إعمار؟
تحياتي لك وللمشاهدين. الاتحاد الأوروبي، وإن كنت تتكلمين عن فرنسا، معني بإعادة، ليس فقط إعادة الإعمار ولكن العمل على الاستقرار وتحقيق الاستقرار ونهاية الأزمات في الضفة الجنوبية من المتوسط، إذا كان يريد أن يخفف من عبء هذا الموجات الهجرة غير القانونية التي تصل إلى أوروبا. اليوم ما يسمى بأزمة الهجرة في أوروبا هي شوكة في رجل الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى اليوم من التوصل إلى اتفاق على سياسة أوروبية موحدة حول الهجرة وحول توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي. وهو يريد تلزيم هذه المشكلة إلى دول الجنوب، ومن ضمن دول الجنوب تونس وليبيا وتركيا والمغرب والجزائر وغيرها. واليوم رأينا أن ما يجري في ليبيا مشكلة كبيرة، يعني في ظل حكومتين وأزمة سياسية، يعني رأينا ما أجرى خلال الفيضانات. كيف تريدين دولة كليبيا اليوم أن تحل عبء من أعباء الهجرة وأن تقفل باب الهجرة إلى أوروبا؟ أيضا تونس، يعني رغم كل رغم الاتفاق الذي جرى مع تونس الصيف الماضي، تونس اليوم غير قادرة أن تلعب دور إقفال باب أو بواب يعني المتوسط وإقفال هذا الباب للحد من الهجرة إلى أوروبا. نعم، ولكن دكتور أمل، في ليبيا الآن وضعوا معطيات جديدة. ليبيا متضررة من فيضانات كبيرة. وزير الخارجية الليبي الحويج كان دعا فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار. يعتقد على الأقل المؤشرات المبدئية من قبل مراقبين ليبيين بأنه يمكن أن تكون الدول الأوروبية ستستغل الأمر. إعادة إعمار، مساعدات ما على الأغلب تقنية، ليبيا لا تحتاج كثيرا لمساعدات مادية، في مقابل وصول إلى اتفاق ما يتعلق بالحد من الهجرة. طبعا، لأن الهجرة بالنسبة لدول الجنوب هي ورقة ضغط سياسية مهمة في تعاطيهم مع الدول الأوروبية. فيعني على سبيل المثال، يعني تركيا حين أردوغان فتح باب الهجرة إلى اليونان مثلا حين كان على خلاف مع الاتحاد الأوروبي. لنعود إلى ليبيا، اليوم ليبيا في أزمة كبرى، يعني جراء الفيضانات وإلى آخره، وهي تطلب المساعدة الأوروبية لأن ليس من حل آخر ربما لليبيا. ولابد أكيد من الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا إقامة أكان مؤتمر مانحين أو مساعدات بشكل أو بآخر لمساعدة ليبيا، ولكن هذا سيبقى في إطار الحل على المدى القصير. هذا لا يحل أزمة الهجرة، حتى وإن كانت ليبيا نقطة عبور مهمة جدا، ولكن المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا بغض النظر عن أزمة الفيضانات، يعني منذ الحرب الليبية حتى الآن يعانون الأمرين قبل عبور ليبيا والخروج منها إلى نقاط عبور أخرى والوصول إلى مناطق أخرى لعبور المتوسط. يعني حتى كان هناك أحاديث وتقارير عن تجارة بشر وإلى آخره، يعني معاناة كبرى للمهاجرين غير الشرعيين الذين يختارون العبور عبر ليبيا. نعم، في سؤالي الأخير دكتورة أمل، إذا ما ركزنا على الحالة الليبية بعيدا عن الحالات المغاربية الأخرى، ما شكل أي اتفاق قد يعقد مع الليبيين وإن كنا نتحدث عن حكومتين في البلاد، بالنظر إلى مشاكل حقوقية، بالنظر إلى بعض المعطيات المتعلقة بطبيعة البلاد وبالفقر في المنطقة الإفريقية؟
تعلمين الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تونس، ولكن صندوق النقد الدولي يربط يعني إعطاء منح المساعدات بقيام الحكومة التونسية بإصلاحات سياسية جذرية. نعم. فما بالك بليبيا؟ يعني أي اتفاق تريدين القيام به مع ليبيا؟ مع من في ليبيا؟ مع أي حكومة من الحكومتين؟ وهناك طبعا هناك أصوات في أوروبا تريد إقامة اتفاق مع دول كليبيا، اتفاق غير معلن ربما دكتورة أمل، تذكرين معنا اتفاقات على كل إيطالية مع طرابلس؟ أكيد أكيد، لأن ليبيا دولة مهمة جدا، وهي من أهم دول العبور إلى أوروبا، فلابد لأكان فرونتكس أو الاتحاد الأوروبي أن يتحاور مع ليبيا وأن يحاول إيجاد حلول. ولكن هناك أيضا أصوات ترتفع كما ذكرتي، يعني بالإشارة إلى أن هناك خلل في وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وخاصة هؤلاء المهاجرين الذين يعانون بشكل خاص يعني في ليبيا. الآن تضاف إلى كل هذا الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية وما نتج عن الفيضانات وإلى آخره، يعني هذا يعمق الأزمة مع ليبيا. شكرا جزيلا لك. الباحثة في شؤون الهجرة دكتورة أمل نادر كنت معنا من باريس، شكرا. والأخبار ليلة مستمرة، فاصل قصير ونعود. الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ماريوبيل، الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية؟ طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب. هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى. الآن أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات. إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة. العالم يتغير من حولنا بإيقاع بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل. أنه طلب إلينا من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. أهلا بكم من جديد. مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق، أفادت مصادر الحدث بإنجاز نقل معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود مع إيران إلى العمق الإيراني. وأشارت مصادر الحدث إلى انتشار قوات حرس الحدود العراقية على الحدود مع إيران. هذا وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني قال إنه لن يتم تمديد الاتفاق مع العراق بشأن نزع سلاح المسلحين الإيرانيين في كردستان العراق، وأوضح أنه سيقيم وضع تنفيذ الاتفاق مع العراق ليتم التصرف في الوقت المناسب. هذا وكانت تقارير إعلام الإيرانية قالت إن القوات البرية للحرس الثوري بدأت في نشر مدفعية ودبابات على الحدود مع إقليم كردستان العراق.
من جهته وزير الخارجية العراقي كان أعلن الأربعاء الماضي أن بلاده نزعت سلاح مجموعات مختلفة على الحدود العراقية الإيرانية، لكنه أضاف أنه ليس من المعقول تهديد العراق أو إقليم كردستان بالقصف أو بحملة عسكرية. الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران يقضي بنزع سلاح الجماعات المسلحة المناهضة لإيران في مدة أقصها 19 من سبتمبر. منذ ثمانينيات القرن الماضي تمركزت المعارضة بجبال إقليم كردستان الحدودية، تصنف إيران مجموعات إرهابية متهمة إياها بتنفيذ هجمات داخل أراضيها. وفي سياق الأحداث، أشارت تقارير أمريكية منذ أشهر إلى أن سلطات جنوب كردستان العراق نقلت عناصر وأعضاء من الأحزاب الكردية الإيرانية إلى مخيمات يتقدمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني إيران وتنظيم كامل القومي الكردي، أبرز تنظيمات المعارضة الكردية الإيرانية في العراق. ولعدم الدفع بالوضع إلى الانزلاق، وقعت كل من إيران والعراق في مارس الماضي اتفاقا لحماية حدودها المشتركة بين البلدين. وسبق التوقيع على الاتفاق زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إلى إيران قبلها بشهر فقط، حيث بحث الملف الأمني ومسألة تأمين الحدود المشتركة. أما على الأرض فالرئيس المشترك لجمعية الحرية والديمقراطية شرق كردستان كولان فهيم كانت تحدثت عن وجود بند في الاتفاق ينص على نزع سلاح وحدات شرق كردستان المتمركزين في معسكرات في الإقليم. وفي 14 مايو الخارجية الإيرانية استدعت السفير العراقي لديها احتجاجا على وجود جماعات معارضة إيرانية في احتفال رسمي بإقليم كردستان. طهران وفي بيان خارجيتها اعتبرت المشاركين في هذا الاحتفال جماعات انفصالية إرهابية، وبأن حضورهم مخالف للاتفاق الأمني المبرم بين البلدين. وفي نوفمبر من العام الماضي شنت إيران ضربات صاروخية بطائرات مسيرة عبر الحدود ضد العديد من الجماعات في جنوب كردستان العراق، وتعهد الحرس الطولي الإيراني بمواصلة الضربات التي تستهدف التنظيمات. ومن عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن أربيل عماد بجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفي من إيران الدكتور صادقيان. يوم 19 من سبتمبر ستنتهي هذه المهلة في الاتفاق العراقي الإيراني الأمني الذي يقضي بإبعاد الجماعات المعارضة الإيرانية. إيران رغم حديث وكالات الأنباء الإيرانية سابقا عن بدء تنفيذ العراق للاتفاق، ولكن إيران الآن ترفض التمديد مرة أخرى وتتحدث بلهجة فيها تهديد للعراق. ما الذي تعتقد إيران بأن العراق لم ينفذه في هذا الاتفاق الأمني؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. أنا أعتقد بأن إيران لا تريد أن تقوم بأي عملية داخل الأراضي العراقية، وهي دائما كانت تشجع الحكم
الحكومة العراقية في بغداد، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق قد طال تنفيذه، هو وقع في شهر مارس آذار الماضي، وبالتالي المدة التي وضعت هي وضعت باتفاق الأطراف الثلاثة، يعني الحكومة الإيرانية، الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق كانت منخرطة في ذلك. وبالتالي يعني أعتقد كما نقل مسؤولون أمنيون أكراد رافقوا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى في زيارته إلى طهران الأسبوع الماضي، هم نقلوا بأن هناك إجراءات على الأرض وهناك مسعى من إقليم كردستان العراق لنزع سلاح هذه المخيمات ونقل المخيمات بعيدا عن الحدود العراقية الإيرانية المشتركة، وأنا أعتقد بأن ذلك يصب بمصلحة أمن واستقرار العراق وسيادة إقليم كردستان العراق وسيادة الأراضي العراقية بشكل كامل. نعم، هنا أنتقل لسيد عماد بجلان من أربيل لنعرف الوضع أكثر هناك، ما الذي نفذ حقيقة بحسب المعلومات المتوفرة لديك من هذا الاتفاق الإيراني العراقي المتعلق بهالحدود؟ أنتم جزء بالتأكيد من المشهد في أربيل، هل أبعدت هذه الجماعات؟ هل فعلا نزع السلاح من هذه الجماعات المعارضة الكردية الإيرانية؟ بداية تحية طيبة لك سارة الغالية ولضيفيك الكريمين والمشاهدين قناة العربية الحدث الأكارم. بدون أدنى شك الحكومة العراقية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان نفذ غالبية نقاط الاتفاقية المبرمة بين أربيل بغداد طهران. أولا تم إخلاء أكثر من 10 مقرات للأحزاب المعارضة الكردستانية الإيرانية، وتم نزع السلاح المتوسط. هذه الجماعات لا تملك أسلحة ثقيلة، ليس لها دبابات ومدافع ولا آخره، لديهم أسلحة خفيفة كلاشنكوفات ولديهم أسلحة متوسطة. تم نزع الأسلحة المتوسطة، بقي لديهم هذه البنادق الكلاشنكوفات تحت ذريعة حماية مخيماتهم الجديدة ومقراتهم الجديدة، وبالفعل تم نقلهم إلى داخل عمق الأراضي العراقية في إقليم كردستان بعيدة عن الحدود العراقية الإيرانية ما يقارب أكثر من 50 كيلومتر. هنا بغداد وأربيل التزما بالاتفاقية وفعلا ذهبا إلى تنفيذها، وفي الآونة الأخيرة تم الحديث عن احتساب هؤلاء الناس أو هؤلاء القوى المعارضة، وجودهم في العراق سوف يكون كلاجئين إنسانيين، يعني سوف لن يكون هناك أي تهديد، يشكلون أي تهديد ضد الجار الإيرانية. هذا مقترح أربيل متفق مع بغداد، هناك متفق مع بغداد حول هذه النقطة تحديدا، مسألة اللجوء السياسي أو الإنساني. الإنساني، اللجوء الإنساني، نعم بغداد متفقة تماما مع أربيل وكذلك العكس، أربيل متفقة مع بغداد. ووفق الدستور العراقي هذه المسائل الخارجية هي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية في بغداد، مسائل الحدود ومسائل العلاقات الدولية الخارجية، لذلك هناك تعاون يعني دعيني أقول جيد جدا وممتاز بين أربيل وبغداد في مسألة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. وبالفعل انتشرت قوات قيادة قوات الحدود الاتحادية التي هي موجودة على أراضي إقليم كردستان بين تركيا وكردستان وبين إيران وكردستان، وشكلت ألوية جديدة في الآونة الأخيرة، وتم نشر عدد من قوات قيادة قوات الحدود قوات إضافية، وكذلك هناك قوات بيشمركة. بالعموم بغداد وأربيل العراق برمته التزم بالاتفاقية وأبعد خطر أو تهديد التي كانت تدعي به الإيران بالنسبة للأحزاب المعارضة أنها تهدد الأمن القومي الإيراني، أبعدتها عن الحدود. نعم سيد رعد، كيف يفهم هذا التصريح الإيراني اليوم من وزير الدفاع حينما يقول الإيراني سنقيم تنفيذ الاتفاق مع العراق في الدقيقة 90 وعلى أساس ذلك سنقرر؟ عراقيا أو في بغداد تحديدا، هل يعتقد بأن إيران بعد 19 من سبتمبر ستنفذ أي ضربات بحجة أن ثمة بعض النقاط غير المكتملة؟ التحية طيبة لك والضيوف المتابعين الكرام أيضا. يعني أنا بتقديري أنه
الضغط النفسي الذي تشكله إيران بكوادرها قياداتها التي استشعرت الخطر سبحان الله يعني بعد مرور 20 سنة استشعرته مع مقتل الناشطة الإيرانية أميسي أو هيك اسمها مهسا أميني بحقيقة يعني لم تستشعر بخطر المعارضة إلا بعد أن تظاهر الأكراد عموما يعني في جميع المساحة الكردية حتى يعني استشعرت هذا الخطأ إيران ولعل يعني تماهلها قياسا لظرف مجاهدي خلق استشعارها بهذا الخطر متأخرا يعني ربما يعني يشير إنه هذه الضغوطات السياسية وراءها دوافع حقيقة بامتداد المعارض الإنساني والمعارض للنشاط في عموم المنطقة المحادية لإيران باتت تشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية لذلك هذا ضغط سياسي يعني لا الحرس الثوري له علاقة فيه ولا يعني ربما هي أداة لتوجيه ضغوطات أنا أقول أنه هذا الضغط النفسي حقيقة يؤثر على المواطنين الأبرياء والآمنين الأكراد بليها هاي الدقائق 90 وبليها هاي التهديدات هناك تفاهمات فرق ذهبت إليكم وزير دفاع وزير خارجية رئيس سكرتير مجلس الأمن القومي العراقي كل هذا ما قاعد ينفع كأمان وضمان القد يعني ما مصدقين وموثقين بالمسؤولين العراقيين يعني بالنسبة للجانب الإيراني حقيقة هذا يشكل أزمة ثقة واضحة كل هذه التهديدات لغاية الدقيقة 90 كما يقول تشكل أزمة ثقة واضحة حقيقة بالمسؤولين العراقيين ومؤسف لأنه حقيقة انفتاح عراقي وأيضا من الإقليم باتجاه إيران انفتاح يجب أن يقابله الجانب الإيراني بثقة متبادلة أخرى وهذه النقطة التي تنقل السيد رعد أعذرني على المقاطعة هذه النقطة تحديدا التي تنقل للدكتور صادقيان مثل ما يقول السيد رعد الدكتور صادقيان أربيل وبغداد صديقتان في تنفيذ هذا الاتفاق على الأقل هما يقومان بالكثير من الخطوات المتعلقة بإبعاد هذه الجماعات الإيرانية المعارضة لماذا لغة التهديد الإيرانية اليوم؟ لماذا الإيحاء بأن ثمة ضربة ستنفذ على هذه المنطقة الحدودية؟ على العكس من ذلك وزير الدفاع الإيراني لم يهدد الجانب العراقي وإنما قال بأن المهلة التي اتفقت عليها الأطراف الثلاث في 19 سبتمبر سيتم تقييم الوضع في هذه المهلة اللي هو لم يهدد يجب علينا أن نتذكر بأن هناك علاقات جيدة وممتازة بين الحكومة ولكنه قال سنقرر الإيرانية بعد الدقيقة 90 سنقرر لا وعلى أساس ذلك سنقرر هذا التصريح المنقول والمترجم نعم ربما هذا غير دقيق المترجم قال سنقيم الوضع في الحدود المشتركة على الحدود ونقرر ماذا نعمل وبالتالي هو نفس المعنى. يعني هو عندما يقول هو سيقيم سيقيم مع الحكومة العراقية مع أقليم كردستان أنا كنت أتحدث عن العلاقات الجيدة جدا الموجودة بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية والحكومة الإيرانية وأقليم كردستان وزيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والذي كان يرافقه وفد أمني رفيع المستوى من حكومة أقليم كردستان العراق أنا أعتقد بأنه طمأن الجانب الإيراني بأن هناك جهود حثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وأني لا أعتقد بأن هناك عدم احترام أو ما شاكل ذلك على العكس من ذلك هناك يعني وضحت هذه الفكرة دكتور صادقيان ولكن سيد عماد باجلان وأقليم كردستان العراق دكتور صادقيان وضحت هذه الفكرة السيد عماد باجلان منذ قليل ذكر مسألة مهمة تحدث عن فكرة إبعادهم لمسافة كافية من المنطقة الحدودية نعلم دائما بأن الانتشار هو لقوات حرس الحدود بعدها البيشمركة لإقليم كردستان وهذا تعزز أكثر الآن وإبعاد الجماعات لمسافة كافية مع
دائما توفير مسألة أو حق اللجوء الإنساني لهؤلاء. هم جماعات معارضة كردية تقول إنها لا تحمل أسلحة، كنا في المنطقة منذ فترة يقولون إنهم لا يحملون أسلحة قتالية وإنما هي خفيفة فقط. هل إيران منفتحة لهذا الطرح العراقي بجعلهم لاجئين إنسانيين في داخل العراق؟ بالتأكيد إيران لن تعارض ذلك. المشكلة اللي عند إيران والوثائق التي تمتلكها إيران هو أن هناك معسكرات وهناك سلاح. الآن السيد عماد يقول بأن أسلحة متوسطة، أوكي، لكن هذه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تم نقلها إلى داخل الأراضي الإيرانية وتم في محاولة لعسكرة الاحتجاجات التي شهدتها إيران العام الماضي، وبالتالي الإيرانيون لا يريدون أكثر من ذلك. هم لا يعانون وجود لاجئين مدنيين في الأراضي العراقية حتى وإن كان قرب الحدود، لكن عسكرة هذه المخيمات هو الشيء الذي تخشاه إيران وتخشى على أمنها الداخلي، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا العمل مرحب به والإيرانيون رحبوا بذلك عندما اجتمعوا مع الفريق الأمني الذي رافق وزير الخارجية فؤاد حسين الأسبوع الماضي عندما جاءوا إلى طهران. قبل أن أنتقل لسيد عماد بجران، حينما تقول دكتور صادقيان أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما الذي تقصده من المتوسطة؟ على الأقل ما نعرفه وما شاهدناه جيدا هي كانت بنادق تقليدية إلى حد ما أو بسيطة حتى لو إن لم تكن تقليدية. يعني السيد عماد هو قال بأن هناك أسلحة خفيفة وأسلحة متوسطة. إذا سأعود للسيد عماد يشرح لنا النقطة هذه. أنا عندي معلومات أنه هناك أكثر من السلاح المتوسط، لكن لنفترض أنه فقط أسلحة متوسطة، والسيد عماد هو ذكر ذلك. على أي حال هذا السلاح يجب أن يبعد عن الحدود المشتركة من أجل صيانة سيادة العراق وسيادة إقليم كردستان العراق، وهذا مهم جدا بالنسبة لحفظ السيادة العراقية. في البداية سيد عماد بجلان تشرح لنا مسألة السلاح المتوسط قبل أن أطرح سؤالي. يا سيدتي الفاضلة ست سارة الغالية، يعني أتصور قبل عام من الآن، تقريبا قبل عام، ذهبتم أنتم كموفد قناة العربية الحدث لهذه المعسكرات وزرتم. يعني هل رأيتم فعلا هذه الجماعات تهدد الأمن القومي لدولة مثل إيران؟ نحن نتحدث عن دولة قوية، وماذا كانت أسلحتهم؟ ولكن نعم إيران كدولة قوية في المنطقة تبحث عن مصالحها أو أمنها القومي، هذا من البديهيات، واستغلت هذه الفرصة وفرضت على العراق شروط بإبعاد هؤلاء الجماعة. ولكن في يعني دعيني أقول بواقع الحال هذه الجماعة ليسوا بالمستوى الذي يهددون الأمن القومي الإيراني، وأنتم ذهبتم ورأيتم هذه الأسلحة. الأسلحة الخفيفة هي البنادق، المتوسطة RPG-7 وما شابه، ولكن ليس لديهم مدرعات ولا دبابات ولا صواريخ ولا راجمات، لا أبدا. معروف وتواجدهم في الأراضي العراقية في إقليم كردستان ليس وليدة الأمس واليوم، منذ ستينيات القرن الماضي في عهد النظام السابق وفي عهد نظام الشاه. وهذا ما شاهدنا على الأقل ما نقلناه منذ سنة مثل ما ذكرت السيد عماد بجران حينما زرنا المنطقة والمنطقة الحدودية. حينما يجي الحديث عن هذه الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة يخشى من قبل هذه الجماعات سيناريو مجاهدي خلق الذين أبعدوا من الأراضي العراقية، هذا مطروح سيد عماد بجران؟ لا أتصور، لأنه يعني الوضع بالنسبة للقوى المعارضة الكردستانية الإيرانية يختلف تماما عن مجاهدين خلق. تماما مجاهدين خلق النظام السابق كان يدعمهم بالسلاح والمال وكلفهم بكثير من المهام في العراق، ولكن الجماعات الآن الموجودة الأحزاب الكردستانية الإيرانية كما ذكرت لك يعني ليس لديهم هذه القوة ولا يهددون ولا يشكلون تهديدا مباشرا للأمن القومي الإيراني، ولكن كما ذكرنا من مصلحة إيران تبعدهم عن الحدود، لذلك التعامل معهم كلاجئين إنسانيين هذه مسألة إنسانية، وهذه نصت عليها قوانين الأمم المتحدة والقوانين الدولية. هناك لاجئين إنسانيين بين الدول حتى لو كانوا معارضين،
ولكن أنه يعني يتم معاملتهم كدعيني أقول معاملة مجاهدين خلق، ليست من مصلحة إيران أنه الدول الغربية تستقطب هذه الأحزاب وتنقلها إلى أمريكا وأوروبا. هذه لا تخدم أجندة إيران أصلا في المنطقة. ربما هذه وجهة نظر منتشرة في الأربيل، ولكن لا نعلم بغداد. هنا أنتقل للسيد رعد، ذكرت أن هذا الأمر متفق عليه في الإقليم وفي العاصمة بغداد فيما يتعلق باللجوء الإنساني، ولكن حينما نتحدث عن بغداد لا نقصد فقط السلطات الرسمية، وإنما هناك جماعات القريبة من إيران المتأثرة بإيران. هل سيناريو مجاهدي خلق مطروح الآن، إبعاد هذه الجماعات، أم يمكن الاكتفاء باللجوء؟ أستاذ سارة، أنا أعتقد أن النظام الإيراني سوف لا يكتفي بدفعهم 50 كيلومتر أو أكثر أو أقل. تعلم إيران ويعلم حتى الإقليم أنه مقاتلين الأكراد أشداء، ينحرون النفق والخندق والشقوق والتشققات والجبال، ينحروها ويصبحون بإيران حينما يريدوا. إيران تعرف هذا الشيء، يعني يبعدوها كم كيلومتر، يسووها جماعات منظمات إنسانية. صاحب القضية يعني ملتزم قضيته، وأني يعني أطالع يعني تقارير وبيانات الكوملة تقول نريد توحيد المعارضة، وهذا الأمر لا يهمنا، ويستهدفون ويضربون ما يضربون، إحنا ملتزمين بقضيتنا. فأنا أيضا أحذر أن هناك محاولة يعني جرى تسريبها أنه يراد بهم إبعادهم إلى الأنبار أو صلاح الدين. طبعا هذا متوقع، لأنهم لا يريد، إيران لا تريد أن يبقى وكالة تسنيم على أراضي كردية. سيد رعد، وكالة تسنيم منذ فترة كانت قالت إنه سيجري نقلهم إلى العمق المنطقة الشمالية من العراق، بحسب اعتقادك ما المقصود؟ يعني الشمالية ربما أراضي غير كردستانية. إيران سوف لا يهدأ لها بال إذا ما بقيت هذه المعارضة على أراضي كردستانية، متوقعة، لأنه تعرف أن الشعب الكردستاني سيتعاطف معهم بطريقة أو بأخرى، رغم يعني التزام الإقليم وإدارة الإقليم وحكومة الإقليم. وبعيدا عن بغداد، لا تحدثيني عن بغداد كثيرا إلا بالتشكيلة الرسمية، لأنه المؤثر على الساحة الكردستانية هو الإقليم وحكومة الإقليم، سواء يعني من جهة إربيل أو سليمانية. هناك إجراءات بروتوكولية يتم الاتفاق عليها مع بغداد، نعم، لكن حضورها وتفاعلها وتأثيرها على هؤلاء أعتقد ضعيف، وحتى تأثيرها على بككة بدوافع إيرانية طبعا أيضا ضعيف. التواجد الكردي المعارض لإيران أيا كان، وحتى المعارض لتركيا، يقلق البلدين، وليس من صالحهم أن يبقوا أو يبقون هؤلاء في أراضي فيها أغلبية كردستانية، واضح هذا الأمر. شكرا جزيلا لكم جميعا، كنت معنا من عمان المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم، ومن طهران دكتور محمد صالح صدقي مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن أربيل عماد بجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. شكرا جزيلا لكم. إذن تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. هذه الحلقة من أخبار ليلة انتهت، السلام عليكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.